يمكن هاي آخر يوم تسمعوا صوتي وتشوفوني. ظنوا يوما أن لا حياة أخرى لهم في ظل حصار مدينة حلب وقصفها المتواصل، أيتام دار المميزين الواصلين إلى أدلب، والذين تفاعلت معهم أغلب وسائل الإعلام ومن بعدها المنظمات العالمية والمحلية، نتيجة لانتشار إشاعات كثيرة عن خطف حواجز النظام لبعض الأيتام وضياع البعض منهم في طريقهم إلى أدلب. طبعا بعد ما طلعنا نحن وصلنا لريف أدلب انه صار كثير إشاعات وتبنيات من المؤسسات والجمعيات كثيرة، يعني انه هن تكفلوا الأطفال والأطفال صاروا عندهم، الأطفال دار الأيتام صاروا عندهم. طبعا هذا الشيء كان عليه ضجة إعلامية كبيرة. الحصار صار علينا صعوبة جدا في تأمين الحاجات للأطفال والغذاء. بتعرف مثل ما بتعرف انت انه الطفل ما بيعرف انه انت في حصار او شيء ما بتحسن تأمن له اياه، خاصة 50 طفل او 49 طفل، وصلنا لعدد 49 طفل. يروي الاطفال قصصا ومآسي حملوها معهم من حصار حلب، مع امنيات بعودة قريبة الى حيث عاشوا اجمل ايامهم، كما اظهرت الصور الموجودة لديهم والتي يشاهدونها كل يوم على الذكرى تعود بهم الى الماضي. كنا أول نروح حديقة السكر نشتري أغراض، وبابا أسمر يعني ما هو حرمنا شيء، كنا كل شيء عنا. نحن لما صار في عنا الحصار كنا أول ناكل الجبنة والمربى حرمنا، ما صرنا ناكل غير مجدرة وبرغل ونعصب حامض وزيت وزعتر على الفطور. إيه والخبز ما في، صرنا يعني نخبز على الصاج خبز. يعني كنا أول قدنا بدنا ناكل، يعني ناكل صرنا الله على وقت الحصار ناكل على قدنا ونقوم، لأنه ما في خبز كتير. لأنه إحنا بالأبو ما نحسن نطلع، وإنه أكل كان إنه الغذاء كان كتير قليل، إنه ما في خبز ما في غاز كله على الحطب. والله أنا بحب إنه أضل نفس مع بالدار مع أخواتي، ما أطلع تركيا. هلا أنا بحب الأمان، إنه بحب إنه نضل ما في برا ما في قصف ما في شيء مع أخواتي دول الصغار، إنه نلعبون ندرسون. أحلام وآمال لخمسين يتيم أغلبهم بلا أب أو أم نتيجة القصف الجوي على أحياء حلب، يسعى المشرفون على هذه الدار لتأمين مستقبل كريم لهؤلاء الأطفال بعيدا عن أجواء الحرب. انتقل أيتام دار المميزون والتي أخذت صدى كبيرا على وسائل الإعلام من حلب المحاصرة وإلى ريف إدلب، ونقلوا معهم قصصا ومآسي عايشوها بأنفسهم. لأورينت نيوز، مسلم سيد عيسى، ريف إدلب.